ده كده شكل الايه اللينجوال بار بتاعي. اللينجوال بار بتاعي بيمشي هوريزونتال ما بيطلعش خالص، ما بيطلعش للدنشر بيز. انا سايب تحتيه 3 مللي فوقيه 3 مللي ومش بطلع للدنشر بيز عشان اوصلهم ببعض. تمام، انا ماشي هوريزونتال. هي دي superior border، بص تقريبا التلت كان superior border لغايه النص. تمام، لسه ما عملناش الاكسترنال فيش لاين ولا عملنا حاجه، احنا يا دوب رسمنا بس. ده نفس الكلام، نفس الكلام في الفري انسدل برضه بنعمل نفس الشكل، والبوند انسدل بنوصل لغايه اخر الادنشال سريه بتاعتنا. ماشي، تمام. في مشكله في الكلام ده؟ طبعا اي حاجه نعملها لازم نرسم الاول قبل ما نشتغل. هتمسك البار بتاعي وهتركز فين؟ الناحيه الراوندد وناحيه الايه التيبل. قلنا ناحيه التيبل انهي واحده؟ السوبيريور، صح؟ وهبدأ اعمل ادابتيشن. كده مثلا اروح قاطع الاكسس ده كله عشان اعمل ادابتيشن بتاعتي. ميزه السوفت، ميزه الواكس الريدي ميد اللي احنا بنشتغل بيه ده، ان هو بيحصل له سنه سوفننج بسيطه بالادابتيشن بتاع ايديك. يعني انت لو ضاغط عليه كده شويه وساند ايدك عليه بيحصل له سنه سوفننج بسيطه من غير ما تضغط جامد، ان هو يحصل له ديستورشن، فممكن يحصل له ادابتيشن اسرع معاك وانت ضاغط عليه بالراحه كده سنه سنه بالراحه تلاقي بيحصل له ادابتيشن. دكاتره الصوت، بدفي ايديا كده عليه عشان يمسك مكانه شويه ما يتحركش. واتحرك هوريزونتال ما بطلعش للدنشر بيز بتاعتي. ماشي، انا ماشي هوريزونتال ماليش دعوه الدنشر بيز مكانها فين. تمام، في مشكله في الكلام ده؟ هنيجي بعد كده بقى نعمل الجزء المهم. ادي واحد اتنين نص التالت مثلا كده، هروح عامل الايه البيفل بتاعي. ممكن حد يجي لنا لانسة؟ يا منى، ايوه عايزين لانسة يا منى. ركزي معانا بقى على طول. شكرا يا مالك، كتر خيرك والله. نفس الكلام الناحية التانية، ادي واحدة اتنين والتالتة، ونبدأ نعمل الايه البيبل. لازم يكون اوبليك او بيفل. بعد كده بقى قلنا بدفي بس الواكس كارفر بتاعي وابدا اشيل حاجه بسيطه منين. Thank you.
ليفل بالمنظر ده. قللت الثيكنس شويه بتاع الايه؟ الويكس. تمام؟ بس اللي هنا تركز معانا الناحيه الثانيه. هنا اروح مقلل الثيكنس بتاع الويكس. في مشكلة كده؟ كده أنا خلصت اللينجوال بارتي صح؟ لسه كده أنا عامل بار لكن ما عملش كونكشن، محتاج أزود external finish lines من فوق هنا في المنطقة دي، كل المنطقة اللي فوق البيفل اللي أنا عملته عشان أوصل الكلام ده كله ببعض. المنطقة اللي متعلمة بالرصاص. مش شايفين حاجة، شايفين دور القصة بس. حد يشوف والله، حد بس ما هو ماشي؟ لكن المنطقة اللي فوق البيفل مش هحط فوقيها فينش لاين. تمام؟ ماشي؟ حط بأي واكس بقى عندك. بلو اللي واكس شغال. جرين واكس شغال. أي واكس عندك من اللي أنت قطعته زيادة من اللينجوال بار ممكن تشتغل فيه. مش معايا ازرق للاسف، معاكي؟ ازيك يا اسراء؟ تعالي فين الكوست يا جماعه؟ هبدأ أزود واكس فوق ميجر كونكتور بتاعي عشان أوصل ميجر كونكتور بتاعي مع إيه؟ مع الإيه؟ مع البيز. مش في الاخر ان انا المارجن اللي عندي لتحت لازم اعمله ايه؟ راونديشن. ما عنديش اي حاجه شارب خالص في الايه؟ فرشه نيشر كده. ماشي؟
4-4. لا طبعا. طب ما مش عارف يعني اعمل نجر كونكت مثلا في المكتب يعني مدخل كده 3 كده يعني حاجه زي كده في الاوبن هتبقى سهله مشكله حاجه توصليها بقى ايه مشكله كده نتكلم في اسرار هي بتقول احنا علينا دي كلاسز بس اللي انا بشتغلها دي هي اللي علينا قلت لها لا طبعا كل الكاستات معانا بس بتقولي لو واحد زي دوت بس مجزري هنعمله ازاي المشكله كل الديشه السريه اللي عندك هتوصليها ببعض انا بعد الميدترم ان شاء الله هناخد اول سكشن بعد الميدترم على طول ده هيبقى سكشن مهم قوي هناخد فيه حاجه اسمها الدايركت ريتينوس دايركت وانديركت ريتينوس ليه كلاسبس ده هيبقى اخر كومبوننت عندنا في الايه بارشل دنش ومن بعدي لسه خدناه مش طايق على الكاست خلاص انا مش هشرحه لك على الكاست هشرحه على الكاست ليه محتاج اشرحه على الكاست لا مش محتاج لسه هتحطيه في النيو زون وفي الباور زون وخلاص ايه اللي هنقوله على الكاست واحنا لسه نشتغل على الكاست برضه براون بير زي ما احنا مش متخيلين اه طبعا طبعا كل حاجه عشان تبقي عارفه شكله ازاي بس تبقي فاميليير معاه فين تعملي بقى كده بالرون بير على الكاست او سكرابنج بالكارفر زي ما انت عايزه ده المفروض ان احنا بعد ما ناخد الكلاس المره اللي بعد المتر على طول اول مره بعد المتر هنبدا بقى نعمل ديزاين ايوه معانا الورق اللي هو اللوك بوك اللي معانا هنرسم الديزاينز كلها اللي ممكن تقابلنا كلاس 1 بالموديفيكيشن بتاعته كلاس 2 بالموديفيكيشن بتاعته كل واحد نرسم الديزاين كامل ونكتب ايه الكومبوننتس اللي هنستخدمها في الديزاين وايه الفانكشن بتاعت كل كومبوننت ايه اللي هيديني ريتنشن ايه اللي هيديني بريسنج ايه اللي هيديني ريسبكيشن ايه اللي هيديني دايركت تنشن وهكذا لان يعني امتحان حضرتك هيبقى نصين دول هيجي لك رسمه وهيجي لك كاست فهيجي لك مثلا كاست جالك كاست لور يبقى هيجي لك رسمه ابر وهكذا فلازم تبقى فاميليير مع كل الديزاينز ان انت تشتغل ديزاينز كتير بالورق تمام هتلاقي الموضوع اي كاست هيجي لك سهل تمام الكاست بس اهم حاجه بالنسبه لي انت تشتغل كتير عشان تبقى ايدك ماشيه كويس مع الدنشر بيزز مع ميجيك كونكتورز بالاشكال المختلفه اللي ممكن تقابلها بالكلاس والكلام ده كله لكن اي كاست هيجي لك بعد كده لو انت خلاص البرنسبلز واحده مش هيفرق معاك اي كاست هيجي لك باي موديفيكيشن سبيسز موجوده طب يا دكتور هو كلاس 1 ماكسيلري ما ينفعش غير فول باليتال بليت طب ما ينفعش انتير كتير ما ينفعش بشوف ما يفضلش ما يفضلش الحالة الوحيدة اللي بنقول ممكن نستخدم فيها الانتروبوسيو باتل ستراب لو عندي تورس ايه فلاتنس لكن جالي كاست عادي في حالة بري كلينيك لا طبعا فول باليتال بليت على طول ماشي اني ويكس ده انت لسه هتشتروا ما كانش معايا بس عايزين يا اولاد تصرفي منا عشان عندنا مشكله في الموضوع دوت يعتبر برضو لينجوال بار لسه بس هنظبط الفينش لاين صح طيب لما اجي اعمل اللينجوال بليت الفرق من اللينجوال بليت عن اللينجوال بار بقى ايه ان انا بعمل هنا برضو اكسترنال فينش لاين يس هنعمل كل حاجه تمام عندي ادي من الكناين للكناين ببدا ارسم هنا لاين ينزل ستريت من اخر الكناين من اخر الكناين لاين ستريت وهعمل سكالوبينج على كل الانتيريور تي انا عامل كده جميل وانا عامل كده مين طب عامل ايه اشتغل كده طيب ولا اشتغل بس نحيي بس نحيي حاضر
الناس اللي حالي شايفه نعم كده سكالوبينج على ايه على انتي في كلها ماشي ده البليت تمام قلنا طيب اي كاست لور تاني يرسم عليه لو هعمل هنا بار هاجي من عند الكناين للكناين بنزل حط سبيت وبعمل سكالوبينج على الايه بالمنظر بتاع السنين كلها بالمنظر ده ده البليت انا لو هعمل بليت بعمل بار الاول واركب عليه البليت تمام ماشي طب لو في اسنان مزد هنا هينفع تستخدمي ساتا بليت؟ ما ينفعش بالعكس ده ينفع بليت برضه هو الدكتور قال لنا ان احنا نخرم الميتال بعد كده بس نيجي على تو كناينز وتعملي بعد كده بليت بس على سكالوبينج على الاثنين دول بس الباقي ده كله مكمل معايا بليت عادي بس برضه هنرفع الماكس فوق اه طب لو الكناينز وفين الكاست اللي انا شفته؟ ده ماينو كونكتور ده حاجه ثانيه مش انت عندك هنا الريست بتاعي فين؟ في النير زون ولا في الفار زون؟ الفار زون يبقى عندي هنا الريست صح؟ لان الريست اللي عندي لازم انزله مانو كونكتور صح؟ لكن ده هنا كده بدايه ونهايه الايه؟ لينجوال بيز من الكناين للكناين هنا مثلا كده انا هطلع هنا للكناين عشان هنا لكن هنا في الريست بتاعي في النير زون فالمانو كونكتور هطلعه من الدنشر بيز من هنا تمام؟ طب يا دكتور لو الكناين مسند على البريمولر؟ الكناين مسند؟ لا اشتغل بار طيب احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنستخدم الواكس ده ان احنا في ناحيه ناعمه وناحيه خشنه صح؟ قلنا الناحيه الناعمه فين؟ على الكارت الناحيه الخشنه فين؟ لفوق الحاله الوحيده اللي بنعكس فيها الكلام ده مع البليت فخلي الناحيه الناعمه هي الاوكلوزر عشان تبقى حاجه سموث فما تضايقش التانج وهو البيشن بيتحرك فخلي الناحيه الناعمه هي اللي ايه؟ اللي بره تمام؟ بعمل ادابتيشن للبليت بتاعي يبقى نازل تحت البار احنا نشتغل بار وبعد كده احط عليه الوكس بتاع البليت يس اه والله مجهوله شو بنعمل البار الاول نحط عليه البليت هو انا عملت فتقنا ناحيه القناين ده في صدره ده الاكستنشن بتاعت البليت ابدا اعمل له ادابتيشن كويس واجي بقى من تحت البار اللي انا عامله دوت هشيل شويه من الاكسس ده والباقي هدككه تحت البار هدخله تحت الايه لينجو البار بتاعي فوق البار وانزله لغايه لما ينزل تحتيه كمان تمام يبقى انا هشيل بس شويه الاكسس بسيط واخد الباقي وانزله تحت البار ظهر الكارفر بتاعي ادخله تحت البار هزقه الباكس كارفر هزقه تحتيه هزقه تحتيه بالبار عشان اعمل ادابتيشن من تحتيه ودكت من تحتيه نزل تحتيه تمام وبعد كده باجي بقى من فوق ابدا اقطع السيس الاول بعيد وبعد كده اقطع بسكالوبينج حوالين الايه الاول ممكن نطلع السنين ميدل وان ثيرد هلف بس من حوالين السن كده بالراحة اعمل سكالوبين بسيط حوالين السن
كده يا شباب. شباب الصوت المنظر ده كده عندي. انا قلت خلاص عند الكناين اهو، فانا شايف اللاين بتاعي، فبشيل الاكسس واقطع الاكسس براحتي، وانا واقف اوف ستريت واروح اقطع الاكسس كل الناس اللي تحت على البار كل ده اشيله. المنظر ده تمام. انا كده لسه ناحيه كده مشتهيش هاجي برضو ناحية تانية، انا شايف اللاين بتاعي اهو، واقف على اللاين بتاعي ده ناقصه بس الايه؟ الفينش لاين اللي احنا عملناها في التاني خلاص تمام؟ يلا نبدا نشتغل، يلا عشان في ايفالويشن النهارده في اخر السكشن على البارز والبليت الاثنين. اللي معهوش ينزل يجيب. ما خلصتش ايفالويشن ليه؟ علشان هو السكشن ما فيش غيره. ما فيش في البيت ليه؟